كان اروح للزمالك والرجاء ومباراه صعبه، لكن بتشعر الناس رايحه في سكه الزمالك اكتر يا ماهر. والله خليني اقول لحضرتك يعني الرجاء برضو من الفرق الثقيله، الرجاء لسه محقق بطوله المحليه في الدوري المغربي. خليني اقول لحضرتك اللعيبه الجيل الحالي من الرجاء جيل عنده اصرار وعزيمه بشكل كبير. السبب فرقه الرجاء بتعاني من مشاكل ماديه بقى لها اكتر من 4 سنين، ده صحيح، ايام من وجود سعيد حسبان رئيس النادي. ترك النادي وعليه يعني كم هائل من الاموال، ديون. جواد الزيات الرئيس الجديد تولى مهام رئاسه الفريق، قدر يحل مشاكل الديون، قدر دلوقتي بيقول للاعيب اللي عايز يمشي اوكي هبيعه بس بيكون بسعر مناسب، بدليل انه باع للاهلي، بدليل انه باع افضل مدافع عنده، افضل مدافع في الدوري المغربي، يتباع للنادي الاهلي وتركه مقابل المال عشان يسدد الديون. وهي دي سياسه موجوده في العالم كله، دي السياسه اللي موجوده، وحاجه تحسب لاداره الرجاء وحاجه تحسب للعيبه ان هي برضو لهم مستحقات ولهم فلوس في النادي، ما وقفوش وما اتكلموش وحققوا البطوله المحليه، دي حاجه تحسب لهم. الشخص اللي عايز اتكلم عليه واتكلم عليه يعني بشكل مميز جدا جمال السلامي. جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء يا جماعه، مدرب يعني عنده صرامه، عنده صرامه، مدرب يعني صارم في التعامل مع اللعيبه داخل الملعب، خارج الملعب شخصيه تانية خالص غير اللي بنشوفها جوه الملعب، بيجيد التعامل في المباريات الكبيره. جمال السلامي عنده خبرات افريقيه كبيره جدا كلاعب وكمدرب، كلاعب وكمدرب. نعم، فتره وجوده مع منتخب المغرب المحليين حقق بطوله امم افريقيا المحليين مع منتخب المغرب، ده صحيح، وده اللي اهله لتولي تدريب الرجاء، وده اللي اهله لتولي تدريب الرجاء. فرقه الرجاء عندها عناصر مميزه جدا، من بدايه من انس الزنيتي حارس المرمى، انضم للمعسكر الاخير للمنتخب المغربي، ما لعبش لقاء الكونغو، كيجوي هو اللي لعب. عندهم طبعا هنتكلم بقى على قلب الدفاع، سواء بدري بانون اللاعب المميز جدا اللي هو اميز المدافعين في الدوري المغربي، وبيجيد اللعب بضربات الراس، بيتقدم في الكرات في العرضيات وفي الركنيات لفرقه الرجاء وبيسجل، شفناه بيسجل اكتر من هدف. عن سند الورفالي في كلام ان هو مش هيلعب قلب، ان هو مش هيلعب، ممكن الياس شايفهم مبالغين شويه في موضوع الاصابات ده يعني. لا هي دي اصابات الياس، سند الورفالي دي اصابه جديده وفعلا واحنا واحتمال يلعب واحتمال ما يلعبش، لكن جبيره اصابه قديمه جدا يعني. جبيره تم الاعلان عن اصابه جبيره، لكن من بدري. جبيره بيلعب مكانه بقى مين؟ فابريس نجاة. فابريس نجاة مين؟ ده الباك ليفت. فابريس نجاة يعتبر نقطه الضعف الوحيده او اكثر نقطه ضعف فرقه نادي، بيلعب باك ليفت مش كده؟ باك ليفت بيترك مساحات. هو هجوميا كويس، هجوميا مميز جدا، لاعب مميز جدا هجوميا، لكن لو هنبص على الاهداف اللي بتيجي فرقه الرجاء معظمها بتيجي من الزمالك، مميز من الاجناب جدا، مميز ما شاء الله. من الاجناب اعتقد ان جمال السلامي هيلاقي حل للمشكله دي. جمال السلامي بيتعامل كل لقاء على حسب الفريق اللي قدامه. هنيجي على الجنب اليمين، فرقه الباك رايت في فرقه الرجاء عندنا طبعا عمر بوطيب عنده اصابه، في كلام ان شاكير ممكن يعود. شاكير بقى لو ما عادش مين اللي هيكون موجود في المركز ده؟ في بقى لاعب طلع في فرقه الرجاء ظهوره ما عداش عليه سنه، محمد زريده. محمد زريده لاعب عنده 20 سنه ظهر في فرقه الرجاء تحديدا قبل توقف الدوري فتره الكورونا، ولعب لقاء مازيمبي الذهاب في المغرب، انتهى بفوز الرجاء 2-0، لعب صانع العاب في اللقاء ده. الولد ده جوكر ولاعب مميز جدا، وهتكون عليه خناقه كبيره جدا في الفترات فعلا. لاعب مميز جدا. اللقاء الثاني احتاجه جمال السلامي، قال كان محتاجه مش لاقي باك رايت، لعبه باك رايت، لاعب عنده 19 سنه كسر الدنيا، بيلعب على اصعب ملعب في افريقيا في لقاء العوده امام فرقه تيبي مازيمبي، بيجيد وبيبقى افضل لعيبه اللقاء. لا لاعب ليه مستقبل جديد يعني، اذا ما عندوش مشكله في الباك رايت، ما عندوش مشكله في سرد باكين، ما عندوش مشكله هناك نقطه ضعف في ناحيه الشمال لانه اللاعب الافريقي بيهاجم على اللاعب وهجوميا فابريس نجاح خطير جدا. فابريس انا شفته هجوميا رائع يعني، يمكن في الدوري المغربي الهجوم عليهم شويه مش قوي. ده امامنا هو فابريس نجاه ده. بص يعني هنا كان يعني ساب مظبوط بالظبط وراجع متاخر، لكن هو قدر برده يستخلص الكوره يغطي نفسه، لكن هو هجوميا فعلا بيقدر يصنع. هو هجوميا رافع كوره داخل منطقه الجزاء لسفيان رحيمي اللي طبعا من ابرز اللعيبه في فرقه الرجاء وهداف فريق الرجاء. سفيان ده خليني اقول لحضرتك ان سفيان كان جامع كرات سنه 2005 امام وتحديدا امام الجيش الملكي اثناء تتويج الجيش الملكي ببطوله الدوري المغربي، عيطت ساعتها وبعدين انتظرت لما جه الوقت ان انا بتوج بالبطوله وتوج مع الرجاء في اللقاء الاخير امام الجيش الملكي. عبد الاله الحفيزي سجل هدفين، عبد الاله الحفيزي برده من اللعيبه المميزه. مالونجو بقى في خط الهجوم، مالونجو سليم ولا مصاب؟ لا مالونجو سليم، يعني الاصابه اللي في مباراه الكونغو الوديه لا نجومه هو اللي اتصاب، لاعب خط الوسط نجومه، لاعب الارتكاز كان لاعب فيتا كلوب السابق،
هو ده الوحيد اللي ده اللي عنده اصابه، لكن غير كده انا شايف فرقه الرجاء فرقه مكتمله، يعني فرقه جاهزه عندها لعيبه مميزه بتقدر تلعب كره سريعه من الاطراف وبيقدروا يصنعوا هجمات يسجلهم. لكن في المقابل دايما في حاله خوف من الزمالك، النجوم اشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، زيزو، اوباما، نطمن على محمود علاء يا رب ان شاء الله، الونش، الحاله الرائعه لابو جبل، واتصور ده برضو عامل حاله من الخوف لفريق الرجاء. اكيد زي ما احنا بننظر لفريق الرجاء وبنتكلم على العناصر المميزه فيه، الجانب المغربي برضو نعم. عارف قيمه الزمالك، يعرف بالذات قيمه اشرف بن شرقي، قيمه اوناجم، قيمه زيزو، اكيد الزمالك فيه عناصر مميزه وعناصر خبرات، لكن خلينا نقول لحضرتك ان خبرات جمال السلامي شايفها انا اكتر من خبرات باتشيكو. جمال السلامي باتشيكو مدرب، باتشيكو تحس انه صنايعي، يعني ساك من شكله وتنطيطه بتاع، لكن تحس انه ابن لذينه، يعني ما بيونش طول ما قاعد على الدكه. نتمنى الزمالك يعبر للرجاء، لكن جمال السلامي يعني انا شايف خبرته افريقيا اعلى بكتير من خبره باتشيكو افريقيا. بس قلنا